يا باب. واو مثل ما بتعرفوا اعزائي الكرام نزل من كام يوم سلاح البارافول بلعبة فري فاير. لما فقت اليوم شفت لكم نزل شيء جديد لسلاح البارافول. نزل له افكت جديد عن جد اسطوري. شوفوا معي عن جد افكت يخوف كثير. وبهذا المقطع اعزائي الكرام نحاول نحصل على هذا الافكت ونشوف شو وضعه بالجيم. يلا نبلش. اوكي ليتس جو ليديز اند جنتلمن. خلينا نبلش. دايم اوه عدد عدد افكت حلو مرتب. بو 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 تعالوا تعال 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 قرب 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 قرب. اشتركت بالقناه الجديده ولا لا؟ لانه القناه الجديده زمان اشتركت راح نص عمرك. روح اشترك. واو يلا بنتظرك. يلا قريب راح ننزل فيديو جديد باللوز ولا لا؟ بسم الله. هون وحط هون وبلش. اول تكر يا سلام. ايش واد والله شيء. اول تقوم على اللعب شيء تمام تمام. هسه شو ما طلعت تكون بدنت. هلأ 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 باقينا اثنين تكن. حتى في هون في ثلجة مثل ما ثلجة منيح صراحة. وفي عنا هون ثلجة كمان. ايش باللوز. ايوه يا جميل. اضرب اشوف. يلا نريد التكن الثاني. يلا التكن الثاني معلم. بدنا التكن الثاني باللوز. يا اخي شو الحظ التعبان. انا بعرف خلص. انا هلا بعرف الحظ راح يكون زفت خلص. بعرف دائما هيك بتصيبوا. لا 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 ما حكيت شيء ما حكيت شيء. لكن ما حكيت شيء جاوب. ما حكيت معه. خلص اصبر. يلا باقي لنا التوك الثاني كمان. يا سلام. جوني كاتش طبعا شوي كمان. نجي لهون. هون عن هي معنا اياها. نعمل طبعا الخزن هذا الافاتار. اوكي شوفوا معنا هون عندنا كل شيء مملوك مكتوب. نجي لهون احصل على 14 لفه. شوف حظنا. تو ليتس جو ليتس جو. لا ما تزبط. يلا اخر توكن بلو. تزبط معنا اخر توكن. اخر توكن يا جميل. اخر توكن يا جدك. لا ما تزبط معنا. شوف نعمل نطلب لها. يا اخي صراحه بلاش تزعجني هي الورا يا جدك. بس يا معلم الو شوف حظنا. نشوف. يلا يا جميل يلا يا جميل يلا يا جميل. بوم يا جدك. ما هذا الحظ. بام بام بام. لا تزبط معنا. اوكي نشوف اخر توكن يا جميل. بدنا اخر توكن. اخر توكن برو. واخيرا اشي باللوز. خلينا نعمل هون الطلب هون. اوكي برو تم التثبيت. تمام اوكي. الان رح ندخل على شيء مود او اي شيء عشان ندخل نجرب التاثير اللي هو التاثير الطلقه الاخيره للايفو التنين. مكتوب هون على الشاشه يا معلم حبيبي والله. الله قريتها. خلينا وضع ريلاكس. وين ممكن ندخل بالركض؟ ممكن ما بعتقد بتصير. او بتحاولوا نجرب مثلا بالتدريب نشوف الوضع على بالتدريب. ممكن تكون تزبط بالتدريب افضل. اوكي ليتس جو. اين انتم؟ هذا واحد. اوبا اوكي بعيد علينا هذا معلم. بعيد بعيد بعيد. هذا هو. وين الافكت طلعت عادي. وين ممكن نقدر نجربه يا الشباب؟ وين ممكن نقدر نجربه؟ وين 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 وين؟ يا اخي والله البارفول اسطوري عن جد عن جد. البارفول السلاح عن جد راح يكون. انا شايف ان هذا السلاح راح يكون افضل سلاح للبعد. صدقوني يا شباب. شوف التواج يا اخي. هذا جيب السلاح عن جد يعني برفع شويه لما بجيب هيد شوت تلقائي. جيب هيد شوت يعني بشكل سريع يعني. واو شوف 25 مليون 32 يا شباب. والله اسطوري هذا السلاح عن جد. فرج فرج. لازم انا ادخل شي محل عشان اجرب اتعلق تعتلق بقوس. خلاص حسيت حالي اقسم بالله. ايش طلعت هدول؟ ايوه هون بالكلاس سكواد في عنا معلم اشي باللوز. هات ندخل نشوف لعب الكلاس سكواد مع الجميلين. نشوف معلم حاول يجيب الباورفول بدلوز.
نجرب الكلاسيكو هذا اكيد باللوس. بس ناخذ هي ناخذ هي ناخذ هي القطعه هي. اصبر شوي انا الرنك تبعي بالكلاسيكو تبعي. لا بدك تجيب ولا حيطه لو قاعد يمر شعب يسيرون بيساعد صاحبه هذا معنا. شو الجيم انت دخلتها؟ المهم تعالوا مرة يا اول عم يروح صاحبنا اقسم بالله. وين يا اخوي؟ طب مالك انت؟ وين؟ الله يهديك يا رب. شو هتزبط معنا؟ اي قولي سواري قبلنا فنش ايس شباب. شفت التنين كيف طلع من فوق؟ ايوه والله شيء حلو. اسطوري. هاي نهاية الجيم تطلع معناتها بتفنيشة. ما طلعت الافكت. ليش ما لحقناها؟ ما لحقنا الافكت. صار شكله قول كبرين. يمكن ما بيمشوا مع بعضهم يا جدع. يلا ندخل كمان لعب جيم تاني من الكلاسيك واد باللوز. اللوز فيه بارفال. بارفال دايما بقول بارفال بس هو اسمه البارفال. بارفال ما بعرف شو بقول دايما يعني ما بعرف شو بيصير معي مع الحبيب. اوكي انا بالطيبين كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيف تمشي الامور؟ معنا زهير ويونس وادريس. هلا يلا انطلقوا يا اساطير. ليتس جو. يلا يا زهير متحمس شكله. طياره زهير معلم. وين رايح زهير؟ هو بلغ حجي. انا شو بدنا نمشي مع زهير معلم؟ شكله متحمس. مش معه انا شكله هيك متحمس معلم زهير. بس شو ايوه هو تلفون. عملنا اوكي عملنا مرتد. اي ما بقى يسلح. يلا قد انهزمنا يا شباب. المكان غير امن. لا داعي للهجوم. فقد انهزمنا يا شباب. ما يمشي الحال. يلا خلاص ولا يهمكم الشباب. راح اشوف البارفل راح ان شاء الله يساعدنا هالمره. اوكي ليتس جو. اسطوره زهير. وهذا الشاب شو جاب هالسلاح؟ متحمس معنا الشباب متحمسين. خلص يلا شباب جنب بعض. شو بدنا نعمل شيء من بعد؟ لانك لازم كلنا نمشي مع بعض جنب بعض. يلا يلا توكلوا على الله. والله دماج اسطوري هذا. اقعد هاي واحد داون. وين راح؟ 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 وين هو يترجم هجرة من رشقة الترجمة. First blood. هذا هو الأخير. خلينا هذا متى؟ هذا هو الأخير. واو. يلا تفعل هيد. يلا تفعل هيد. النجدة. واو شفتني
يلا ثلاثة هيت. اوبا ابلع. عم بساعد حاله. واحد فوق يا زلمة. دبل كيل. متى تشوف شو بيت على البيت على اليمين؟ تقيم. لا خلص عليك لازم اركز اكثر منك بيمشي حالي. كفو جبنا البقور. معي سكواد اسطوري معلم. اعزائي الكرام هيك بكون تم مقطعنا اليوم، ان شاء الله استمتعتم معنا يا اساطير. بتمنى لكم يوما سعيد ونراكم على خير، ولا تنسوا الشباب ان تشتركوا بقناتنا المتواجدة بالوسط. قريبا رح ننزل لكم اول مقطع شباب رح يكون شيء. بلوس، شوفوا على خير، تعالوا.